اعلنت مؤسسه حياه كريمه في محافظه المنيا عن تدخلها لاعاده بناء ورفع كفاءه منزل احد المواطنين بقريه الناصريه التابعه لمركز ديرمواس هذا وقد تم بناء المنزل على نفقه مؤسسه حياه كريمه حيث سيتم تسليم المنزل بعد تشطيبه كاملا بشكل يليق بالاسره ويوفر لها حياه كريمه حالة عم جميل كانت ظروفها المادية محتاجة لتدخل المؤسسة من أجل إعادة تمكينهم اقتصادي وإعادة بناء المنزل مرة أخرى وعلى الفور ال... جت تم التدخل الهندسي وتم فحص المنزل هندسيا وتبين عدم صلاحيته السكن آه تم استصدار التصريحات اللازمة من الهدم والبناء وعلى الفور تدخلت المؤسسة آه بشكل كامل وتم إعادة بناء البيت ولسه البيت هو حاليا في مرحلة آه الـ الـ البناء وإن شاء الله هيتم تشطيبه آه وتوصيل جميع المرافق مية وصرف وكل المرافق اللي محتاجها البيت وهيتم تشطيبه على أكمل الوجه رفعنا صوتنا للمسؤولين في, في المركز فرفع صوتنا للمحافظة آه فتواصلوا معنا و بدا بدا المشروع بالهد والبناء وشكرا حياه كريمه ونشكر حياه كريمه ونشكر السيد رئيس الجمهوريه ونشكر الساده المسؤولين في حياه كريمه وفي مال فبركة ومشكين جدا على كده